بهدف إعطاء الفرصة لشباب الملاعب الموسيقى لإظهار مواهبه في هذا المجال، احتضنت محطة القطار الرباط أكدال مسابقة Live Covers by ONCF للغناء. تحتنا الفرصه حلوا لنا الباب لونسيف كي سون دي بروفيسيونيل دون الدومين تبارك الله اليوم كيشجعوا الثقافه في المغرب الحمد لله و نو با دي نو لا بروميير بوسيبيليتي كون جي بروبوزي زعما ايزون اكسبتي سور بلاس بلاكس ايزون تروفي كو سي جينيال اي اون لي سول دون لو موند ا فير سا. وشهدت هذه المسابقة التي يشرف عليها الفنان نوري في إطار الدورة الثانية من البرنامج التنشيطي فيستيغاغ الذي ينظمه المكتب الوطني للسكك الحديدية من 29 من غشت إلى 7 من شتنبر الجاري. شهدت مشاركة مكثفة لمبدعين شباب اعتلوا المنصة وأدوا كشكولا غنائيا ضم معزوفات من الموسيقى المغربية والشرقية والغربية. فرصة اللي ما غادي تجي كل مرة وكتعاون الشباب باش يبينوا الصوت ديالهم يعني للناس كاملين، وانا جيت سعيدة بالمبادرة وكنتمنى ان كل شيء يفوز مزيان. كنشكر سي نوري على هذه المبادرة اللي دار التفت للشباب وكيعطي للناس ديال تمارة ورباط وصلة وتمسنا المناطق المجاورة عطاهم فرصة باش يجيو يقدموا المواهب ديالهم ويقولوا كاع داكشي اللي عندهم. هذا وستواصل مسابقة Live Covers by ONCF الغنائية فعالياتها بمدينة طنجة إلى 3 من شتنبر قبل أن تحط الرحالة بالعاصمة الاقتصادية من 4 من شتنبر إلى 6 منه.